بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب صلاة الجمعة. قال أحسن الله إليه: ويسن أن يغتسل. وتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا الكلام وما بعده فيما يستحب يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عظيم، وهو عيد الأسبوع، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم، وهو سيد أيام الأسبوع، وأعظم ما شرع الله فيه هو حضور صلاة الجمعة، هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون بأكبر عدد ممكن في البلد، ويكون فيه وعظ وتذكير ودرس تلقون فيه الإرشادات، ويحصل فيه التلاقي بين المسلمين، فهو مجمع عظيم ينبغي التهيئ له، تهيئ له بالوقت، تهيئ له باللباس، تهيئ له بالطيب، التهيئ له بكف الأذى عن إخوانه المسلمين، تهيئ له بالتبكير إلى غير ذلك، فهو يوم له حسابه، يحسب له حسابه، وليس كسائر الأيام. ولذلك المسلمون يتفرغون في يوم الجمعة لاستقبال هذه الصلاة وحضورها، ويخففون من أعمال الدنيا والدوائر الحكومية تعطل في هذا اليوم، والأعمال الوظيفية، لأجل أن يتفرغ المسلمون لصلاة الجمعة. وليس القصد من هذه العطلة مجرد الراحة للموظفين والنزهة وغير ذلك، بل لها مغزى عظيم عند المسلمين. فيستحب في هذا اليوم أمور خاصة يتميز بها على غيره من الأيام. نعم، المزية الأولى أن يغتسل. المزية الأولى قال: يسن أن يغتسل. أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. ووردت أحاديث في تأكيد الأمر بالاغتسال ليوم الجمعة. والاغتسال عند الجمهور مستحب، فالأمر للاستحباب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل،
هذا دليل على أن الاغتسال ليس بواجب يوم الجمعة، وإنما هو سنة مؤكدة. وبعض العلماء يرى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ سن الاحتلام. لكن الجمهور يقولون واجب بمعنى متأكد وليس معناه أنه فرض، بدليل الحديث الذي أشرنا إليه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعلى كل حال فإن غسل الجمعة متأكد تأكدا يقارب الوجوب، وذلك لأن المسلمين يجتمعون في مكان واحد، فينبغي التهيؤ بالاغتسال لإزالة العرق وإزالة الأوساخ التي تعلق بالبدن، حتى تكون رائحة الإنسان رائحة طيبة. أما إذا بقي عليه عرقه، بقي إليه عليه وسخه، وبقيت عليه آثار العمل، فإن هذا يحدث، قد يحدث منه رائحة يتأذى بها المسلمون. فلذلك شرع الاغتسال بجميع البدن لأجل التنظيف والتهيؤ لهذا اليوم العظيم وهذا اللقاء الكبير بين المسلمين. نعم. فإن احتار بين الغسل والبكور، قال هذه الدقائق العشر مثلا أصرفها في المسجد فأنطلق إلى المسجد، أو أغتسل ثم أذهب، أي ذلك أفضل؟ إذا ضاق الوقت فإنه يبادر للصلاة، أما إذا بقي في الوقت متسع فإنه يجمع بين المصلحتين. نعم. قال: ويتنظف ويتطيب ويتنظف. نعم. أضاف إلى الاغتسال إنه يتنظف، يعني ينظف جسمه، فيحفي شاربه ويقص أظفاره ويزيل شعر أبطيه وعانته، لأن هذه تنبعث منها روائح، وأيضا فيها تشويه للبدن، فيتعاهدها كل جمعة من أجل أن يذهب وهو نظيف البدن بالاغتسال وبإزالة هذه العوالق التي قد تجمع الأوساخ وتشوه المنظر. نعم. ويتطيب. الميزة الثانية أنه يتطيب بأحسن ما يجد من طيب، لأنه قادم على الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته تجتمع فيه الملائكة ويجتمع فيه إخوانه المسلمون، فتكون رائحته طيبة ولا تبقى عليه روائح العرق والروائح الكريهة، لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي الحاضرين من المسلمين. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. الميزة الثالثة أنه يتجمع ليوم الجمعة بلبس أحسن ما يجد من الثياب في كل وقت بحسبه، حسب الظروف والأحوال، فيلبس أحسن ما يجد وما يتمكن من لبسه من الثياب. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تشمل ستر العورة وما زاد على ذلك من التجمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ليوم الجمعة، كان يتجمل عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة، وكان الصحابة وكان السلف الصالح تجملون لهذا اليوم بأحسن ما يجدون من لباس الزينة في كل وقت بحسبه. نعم. ولا يذهب بثيابه القديمة أو ثيابه الوسخة أو ثيابه البالية، فليذهب بثياب جميلة سواء كانت جديدة أو كانت غسيلة ومنظفة. نعم. ولو زاد على ذلك من لباس الزينة كالبشت مثلا، هذا مقصد حسن؟
كل ما أمكنه، قلنا كل ما أمكنه من الزينة والجمال، من الثياب ومن البشت، البشت والشماغ أو الغترة أو العمامة إذا كان في مجتمع يتعممون. نعم، أحسن الله إليكم. قال ويبكر إليها ماشيا. من ميزة من مزايا يوم الجمعة أنه يسعى إليها ماشيا، يسعى إليها ماشيا، هذا أفضل، ولا يركب دابة أو يركب سيارة، هذا أفضل، أنه يذهب إليها على قدميه لأجل أن تكتب له خطواته إلى المسجد، كل خطوة ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. وإن ركب لبعد المسافة أو لكونه كبير السن أو حاجته إلى الركوب فلا بأس، لكن مهما أمكن المشي فهو أحسن. ويبكر أيضا، يبكر بأن يذهب إليها في وقت متقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقال من ذهب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تقرب إلى الله بذبح بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وما الفرق بين البيضة وبين البدنة؟ الفرق عظيم، فكيف يحرم الإنسان نفسه من ذلك؟ فإن جاء بعد الساعة الخامسة فاتته هذه الفضائل. وبعض الناس لا يبالي، لا يأتي إلا في أثناء الخطبة، أو لا يأتي إلا بعد فراغ الخطبتين، أو لا يأتي إلا بعد فوات أول الصلاة، وكل ذلك من تلاعب الشيطان وتثبيطه. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فهذا الذي يتأخر يفوته هذه القرابين العظيمة، ويفوته حضور الخطبتين، وقد يفوته بعض الصلاة، فالخسارة عظيمة في هذا، وبعض الناس لا يتنبه لذلك، فلا يذهبون إلى صلاة الجمعة إلا متأخرين جدا. كان السلف الصالح يبادرون، واختلف العلماء في الساعة الأولى، بعضهم يقول إنها بطلوع الفجر، بعضهم يقول بطلوع الشمس، بعضهم يقول بالزوال. وعلى كل حال كل ما تقدم فإنه أفضل، كل ما بكر في الوقت فإنه أفضل. نعم. قال ويدنو من الإمام. من مستحبات الحضور للجمعة في هذا اليوم أن يدنو من الإمام، يكون في الصفوف الأولى، من أجل أن يستمع الخطبة، ومن أجل أن يحصل على فضيلة الصفوف المقدمة، والله وملائكته يصلون على أوائل الصفوف أو على الصف الأول، فيبكر من أجل أن يحوز على مكان متقدم في المسجد ولا يكون مع المتأخرين. نعم. وهذا يشمل الجمعة وغيرها يا شيخ، لأن نرى كثيرا من يشمل الجمعة وغيرها، لكن الجمعة آكد. أحسن الله. يدنو من الإمام، أنه جاء في الحديث ودنا من الإمام. نعم. ويقرأ سورة الكهف في يومها. من مستحبات هذا اليوم أن يقرأ سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر السورة، لأنه جاء في الحديث، قال بعض العلماء إسناده حسن،
أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاءت له ما بين السماء والأرض، أو ما هذا معناه؟ ففي قراءتها في هذا اليوم فضل عظيم. والمناسبة والله أعلم أن هذه السورة فيها ذكر البعث والنشور يوم القيامة، ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، نعم، ففيه التذكير بقيام الساعة، نعم. قال: ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من سنن هذا اليوم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهذا من المواطن أو من الأزمنة التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصلاة عليه والسلام عليه مطلوبة في كل وقت، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فيكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دلنا على الخير، وهو الذي أرشدنا إلى هذا اليوم، وهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، نعم. قال: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. مما يحرم أو يكره في هذا اليوم أنه يتخطى رقاب الناس، يعني يتعدى الصفوف الممتدة، يدخل ثم يمشي على رؤوس الناس، على رقاب الناس، لينفذ إلى صف متقدم، هذا مكروه أو محرم. وفي الحديث: من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس وآنيت، يعني تأخرت عن الحضور. فلا يجوز تخطي رقاب الناس إلا لحاجة، كأن يكون الإمام وليس هناك طريق أو مدخل للمسجد إلا من الخلف، فلا بأس أن يأتي ويتخطى رقاب الناس للحاجة، لأنه لا يتمكن من الوصول إلى المنبر إلا بهذه الطريقة، أو كان مؤذناً، المؤذن كذلك لحاجته إلى الأذان وإلى، أو رأى فرجة في الصف المتقدم يريد وصل الصف وسد الفرجة، فإنه يتخطى من أجل أن يصل إليها، لأن الذين حولها هم الذين قصروا في سد الفرجة، فهو يذهب إليها ليصل الصف وليسد الفرجة، نعم. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. حرم أن يقيم غيره، إذا وجد إنسانا في الصف الأول أو في روضة المسجد فلا يجوز له أن يقيمه، لأنه سبق إلى هذا المكان هو أحق به، بل حتى في المجالس ما يجوز للإنسان أنه يقيم إنسانا وليجلس في مكانه، وحتى لو قام له الإنسان يكره أنه يجلس في مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد من المجلس فإنه لا يجلس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا في غير المسجد وفي غير الجمعة. ففي الجمعة من باب أولى، لأنه يحرم هذا السابق من هذه الفضيلة التي سبق إليها ويجلس مكانه. إذا كان هذا السابق بالغا، أما إذا كان من الأطفال فلا بأس أن يقيمه ليسد هذا المكان، أما إذا كان من الأطفال الذين هم دون البلوغ فلا بأس أن يقيمه،
لا بأس أن يقيمه ليجلس مكانه، حتى لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا أقامه وجلس في مكانه فهذا حرام، والحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وبعض العلماء يرى أنها لا تصح صلاته، لأن هذا المكان أصبح مغصوبا، والصلاة لا تصح في المكان المغصوب، لكن أقل الأحوال أنه فعل محرم. إلا من قدم أحدا من أولاده أو من رجاله ليحجز له مكانا ويجلس فيه، فإذا جاء فلا بأس أن يقوم الذي أرسله صاحب المكان أن يقوم له ويجلس فيه، بشرط أن لا يكون ذلك من باب الكسل. ما يكون ذلك من باب الكسل أنه يجلس في بيته ويروح واحد يحماله مكان وهو جالس في بيته، لكن لو صار له عذر أو شغل أو بيغتسل أو بيتنظف أو وروح واحد من الحرص على الخير ممن له عليه إمرة، نعم، ممن له عليه إمرة أنه يحجز له مكان حتى يحضر، فهذا جائز، لكن تركه أيضا أفضل، تركه أفضل لأن هذا يزاحم السابقين إلى المكان. نعم. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. من حجز مكانا في المسجد بأن وضع فيه عصا أو وضع فيه فراش فهذا فيه تفصيل. إن كان خرج لعذر وهو يريد الرجوع فلا بأس أنه يحجز المكان بالعصا أو بالفراش، لأنه خرج لحاجة وسيحضر قريبا، فلا مانع من أنه يحجز المكان. أما إذا كان يحجز المكان وهو جالس في بيته أو في دكانه أو في أي مكان ولا يجي إلا مع آخر الناس ويقول: أنا مكاني محجوز حاجزه، فهذا لا يجوز، ويجب التوبة من هذا العمل، لأنه يحجز المكان على المستحقين والسابقين إلى المسجد هذا هو الصحيح. وإلا فالمصنف يقول: حرم رفع مصلى مفروش، ولكن هذا لابد من التفصيل الذي ذكرنا. إن كان هذا الفراش أو هذا العصا أو النعلان وضعهما في المكان لأنه خرج لعذر وسيأتي فلا بأس بذلك. أما إذا كان من باب الكسل والتأخر ويزعم أنهم أمن له مكان في المسجد ولا يحضر إلا متأخر، فهذا الحجز لا يجوز، ويجب رفع هذه السجادة أو هذا المصلى، لأنه ظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم. إذا كان الإنسان جالسا في الصف ثم عرضت له حاجة من وضوء أو إنسان ناداه يكلمه أو تذكر شيئا يحتاج إلى المبادرة ذهب إليه وحضر قريبا، فإنه لا يجوز لأحد أن يجلس في مكانه، لأنه في حكم الحاضر، فإذا عاد فهو أحق بمكانه. أما إذا خرج من مكانه وهو لم ينوي الرجوع قريبا فإن غيره أحق بالمكان. نعم. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، كذلك من آداب يوم الجمعة أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس، بل يصلي ركعتين قبل أن يجلس ويخفف الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل يقال له سليك الغطفاني وهو يخطب عليه الصلاة والسلام
فجلس الرجل، قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما، يعني خففهما. فدل على أن من جاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره للشخص الواحد أمر لجميع الأمة إلا بدليل على الخصوصية. فلا يقول الإنسان: أنا أبا استمع للخطبة، بل يصلي الركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخففهما تخفيفا غير مخل، ثم يجلس لاستماع الخطبة. فتحصل بذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل بذلك سماع الخطبة. نعم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. لا يجوز أن يتكلم أحد من الحضور والإمام يخطب، قوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني تكلف الحضور وليس له أجر، مثل الحمار الذي يحمل الكتب وهو لا يدري ولا ينتفع بما فيها. وفي حديث: من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، والذي يقول له أنصت لا جمعة له، يعني ليس له ثواب في حضوره. فدل على تحريم الكلام حتى ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يقول أنصت هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن مع هذا يقول ليست له جمعة. فإذا كان هذا في حق الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقت الخطبة أنه ليس له جمعة، يعني ليس له ثواب صلاة الجمعة، فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس من باب الأمر بالمعروف ولا من باب النهي عن المنكر، وإنما هو كلام عادي؟ فالواجب الإنصات للخطبة وعدم الكلام إلا في حالتين. الحالة الأولى: من احتاج إلى أن يكلم الإمام فإنه يكلمه. أو الحالة الثانية: من كلمه الإمام فإنه يكلم الإمام ويجيبه. وذلك لأن سليكا الغطفاني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أو من يكلم الإمام لأن أعرابيا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، انقطعت السبل، وحصل كذا وكذا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا واستسقى للمسلمين في خطبة الجمعة. فدل هذا على أنه يجوز أن تكلم الإمام الخطيب وهو يخطب لحاجة للمسلمين أو حاجة يفوت وقتها. نعم. وما عدا هاتين الحالتين فإنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في ختم الباب: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. الكلام يجوز قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، يعني لو دخل الإمام وجلس على المنبر قبل الخطبة يجوز تكلم، ما في بأس، لأن الخطبة ما بعد بدأت. وكذلك بعدها، بعد الخطبة إذا جلس بين الخطبتين يجوز أن تتكلم، أو بعد الفراغ من الخطبة الثانية يجوز أن تتكلم، لأن الكلام إنما يحرم في وقت الخطبة فقط، لا قبلها ولا بعدها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع في اختصار المقنع. شكر الله لشيخنا الكريم ما تفضل به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي. حتى نلقاكم نستودعكم الله، على أمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.